ولدت بسان بطرس بارك بروسيا وعشت مع عائلتي بشقة صغيرة مشتركة بغرفة نوم وحدة لثلاثتنا. أهلي علموني إنه مشان أقدر حقق أحلامي لازم أدرس بجد وأتعلم اللغة الإنجليزية. وبعد 20 سنة انتقلت على كاليفورنيا مع حبيبي لنأسس شركة ناشئة. تزوجنا وجبنا طفلين وهلأ عم ندير عملين سوا. أنا صنعت محتوى لليوتيوب بثلاث قنوات مختلفة وأكثر من 9 ملايين متابع. بظن أهلي معهم حق لأني بحب هالحياة.